فصل رؤيا رأيتها ليلة 20 رمضان 1439. الرؤيا: رأيت أنني في مكان مرتفع فوق القدس، كأنني أطير فوق المسجد الأقصى، لكن ثابت في الأعلى. أنظر إلى البناء الجديد، وقد تغير البناء، فلا وجود للمسجد العمري أي الأقصى، ولا وجود لقبة الصخرة، بل بناء مستطيل، أسوار عالية على حدود الساحة، وفي الوسط مربع عظيم أو مستطيل تقريبا، كأنها المسجد الحرام أو الكعبة، لكن تشبه التصميم اليهودي الذي يسمونه هيكل سليمان كثيرا. وكان لونه كالإسمنت رمادي، لم يتم طلاؤه بعد. وكنت في الرؤيا أقول: هذا بناء بناه اليهود ينتظرون مجيء الدجال. لكن المفاجأة أن ظهر لي شاب حوالي 28 أو 30 سنة، أمرض، بقي بهي الطلعة، نحيف، على رأسه قبعة بيسبول بيضاء كشباب، ومعه جبريل. وكان جبريل يلبس بدلة أنيقة زرقاء قاتمة، وربطة عنق زرقاء مثل حراس الشخصيين للرؤساء، لكن وجهه نور على نور، بل كل الرأس، فالملامح وجهه نور على نور، يميل إلى الزرقة خافتة. وبقي فوق سحابة بينما الشاب وقف تجاهي وهو يطفو، وكنا معلقين نطفو كلانا فوق المسجد الأقصى الجديد. فقال للشاب: أنا مثل هذا، وأراني ورقة مرسوم فيها علامة زائد، وأشار إلى النقطة التي هي وسط التقاطع في الزائد، لأنها زائد ولا تشبه الصليب، وقال: عن تلك النقطة في الوسط أنا عشت في هذا العصر. ثم قال: فاتجهت نحو المستقبل وسافرت إلى الماضي. بإصبعه أشار إلى الخط الطالع، ثم إلى الخط النازل، ثم قال: ثم شرقت وغربت، وأشار بأصابعه إلى الخط عن اليمين ثم الذي على الشمال. وقلت في نفسي: هذا الشاب رسول الله، يسافر في الزمن، جاء من الماضي مع جبريل عندما كان حيا يرزق. ورأيت العالم مذهول، الشعوب والأمم ينظرون إلى الأنبياء يجتمعون في القدس الجديد الذي بنته إسرائيل، وكأنهم سيصلون وراء رسول الله محمد. وكنت أنا وأختي وأخي ننتظر في المطار الجزائر قدومه. ثم قبل أن أستيقظ قال الشاب الذي كنت أحس في قرارات نفسي أنه رسول الله، رغم أنه لا يشبه وصفه ولا حتى طريقة لبسه، وكنت أحس بأنه صادق وليس مخادع شيطان دجال. قال الشاب: في 2023 سينتظرون الدجال، لكن أنا من سيأتي. وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه، ففهمت أنه سيبعث من جديد مرة أخرى في زماننا وفي زمان بعد أن بعث في زمانه. ثم أيقظني أخي للسحر، فذهلت لهذه الرؤيا، فلما قصصتها على الآن اشمأز وقالوا: هذا تخريف وخالوطة. فتأذيت وقلت: يا ليتني لم أحدثهم بها. ثم قررت مباشرة أن أكتب كل هذه الأحداث التي رأيتها في الرؤيا حتى لا أنساها، والله أعلم. رؤيا رأيت